كيف اختصر مروان قصاب باشي هذا الجسد الطويل الذي رسمه في ستينات القرن الماضي وعرف من خلاله ليتحول إلى الدمية لتكون شغله الشاغل وطريقته الجديدة في التعبير عن معاناة الإنسان؟ هي 50 عاما من التجربة والبحث مرت في 4 مراحل فنية في حياة واحد من أهم فناني سوريا التشكيليين وصاحب التأثير الأكبر على جيل كامل من بعده. ولد قصاب باشي في دمشق عام 1934 من أب سوري وأم لبنانية ضمن عائلة برجوازية كانت قادرة على تعليم أولادها 6 بيسر، حيث التحق بكلية الأداب عام 55، لكنه لم ينهي الدراسة في قسم اللغة العربية. انتقل إلى برلين عام 57 وكان يخطط ليتوجه منها إلى باريس ليدرس الفن في العاصمة الفرنسية، إلا أنه وقع في شباك العاصمة الألمانية. خلال سنواته القليلة في دمشق لم يكن قصاب باشي بعيدا عن الحياة السياسية التي كانت لا تزال غنية، إذ شارك في نشاطات سياسية وصالونات أدبية واجتماعية. قبل برلين كان قصاب باشي يرسم الجسد ذا النسب الغريبة والرأس الكبير حينا أو الصغير حينا آخر، كما في لوحته عن الفدائيين الفلسطينيين الذين جردهم من الأسلحة والرموز وتركهم أمام المشاهد شبانا من لحم ودم فقط تصغر رؤوسهم مقابل أجسادهم. فيما زاوية الرؤية من الأسفل أراد قصاب باشي أن يظهر بعدا إنسانيا لدى المقاتل الفلسطيني. بعد برلين تأثر قصاب باشي بالمدرسة اللاشكلية التي كانت رائجة في ألمانيا وعموم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. كتل غريبة وعنيفة على القماش، ألوان صارخة، المدرسة قريبة المدرسة الوحشية، ما لبث أن تخلى عنها ليخط شكله الفني الخاص الذي حقق له الشهرة الواسعة. في مرحلة ثالثة امتازت بالغرائبية رغم لمسات انطباعية واضحة، إلا أن أجواء من الوحدة والعزلة ظهرت في لوحات تلك المرحلة عرفت بمرحلة الرؤوس. في ألمانيا لم يكن قصاب باشي مرتاحا تماما، كانت أصوله العربية محط تندر من بعض زملائه ورواد الفن، لقب سرا بالبدوي، إلا أن الدارسين الأكاديميين الحقيقيين توقفوا طويلا عند تجربة قصاب باشي ورحلته الفنية. من برلين إلى باريس توجه قصاب باشي ليتفرغ من جديد لدراسة الفن بعد أن حاز في عام 73 على منحة دراسية لمدة عام في سيتي ديزار بباريس، حيث نجح أخيرا في التفرغ لدراسة الرسم الفرنسي. أثرت أجواء باريس بلوحات مروان إشراقاً ولوناً وضوءاً. عمل قصاب باشي كبروفيسور زائر في الكليات العليا للفنون في برلين بين عامي 77 و79، وعين بروفيسوراً متفرغاً فيها ابتداءً من العام 80، وفي عام 94 انتخب عضواً في أكاديمية برلين للفنون التي يتم اختيار أعضائها من الفنانين العالميين بتصويت مجلس إدارتها. توفي مروان قصاب باشي في 22 من تشرين الأول أكتوبر 2016 في برلين. كان في التسعينات صمم رسومات الأغلفة لمعظم كتب الروائي السعودي عبد الرحمن منيف. صداقة قصاب باشي مع عبد الرحمن منيف ما هي إلا نموذج عن علاقات الود والصداقة طويلة الأمد التي جمعته بالمفكرين والفنانين العرب والاتصال الوثيق الذي ربطه بالعالم العربي طيلة حياته. في عام 96 صدر كتاب بعنوان مروان قصاب باشي رحلة الفن والحياة، ألفه عبد الرحمن منيف. ثم صدر لاحقا كتاب أدب الصداقة وضم 30 رسالة متبادلة بين مروان قصاب باشي وعبد الرحمن منيف.